السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي دفعة 23 مهندسين ودكاترة المستقبل، ما زلنا مستمرين معكم في شرح مادة اللغة العربية من كتاب سلاح التلميذ دفعة 23. وبدأنا الكتاب وبدأنا السلسلة ان احنا هنحل الكتاب من الجلدة للجلدة، فما تبخلش علينا باشتراك في القناة وتدعمنا بلايك وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد والدال على الخير كفاعله. وصلنا معكم في تدريبات على درس مريم ومريم إلى صفحة 106، بس التدريبات النهاردة هي نحو. بيقول لي لاحظ واكتشف المثنى. المثنى يعني بتكلم عن اتنين، بتكلم عن حاجتين، مثنى سواء كان مثنى مذكر أو مثنى مؤنث. بيقول لي اقرأ ثم أجب. ذهب الطالبان، بتكلم عن واحد اقول ذهب الطالب، عشان بتكلم على الاثنين بقول الطالبان، يبقى زودت الف ونون. الى معرض لادوات الكتابيه. اشترى حازم قلمين، اشترى كم قلم؟ قلمين، زود ياء ونون. كلمه قلم دي مفرد، قلمين دي مثنى فزود لها ياء ونون. وقصتين، قصه هنا اخرها تاء، بس التاء لما بقت مثنى بقت تاء مفتوحه وزود لها ياء ونون. واشترى أيمن كتابين، برضه دي مثنى يعني كتابين، زود لها ياء ونون. وكراستين، مثنى برضه. ثم عاد الصديقان إلى الحي الذي يسكنان فيه ورجع كل منهما إلى بيته. بيقول الكلمة الملونة تعبر عن مفرد، غلط، مثنى. الكلمات الملونة كلها مثنى. الاسم المثنى الطالبان اللي هي زادت ألف ونون، يزيد على المفرد الطالب بإيه؟ زاد بألف ونون. طب الاسم المثنى قصتين يزيد على المفرد اللي هو قصة بزيادة ياء ونون، قلنا التاء بقت مفتوحة وزود لها ياء ونون. الطالبان وقلمين، ده مثنى مذكر ولا مثنى مؤنث؟ مثنى مذكر، الطالبان دول مذكر والقلمين دول مذكر، بمثنى مذكر. قصتين وكراستين دي مثنى مؤنث. كلمة يسكنان ليست مثنى لأنها إيه؟ يسكنان بدأ بياء، مفيش مثنى أبدا فعل، يبقى لأنها فعل. مما سبق نستنتج أن المثنى هو اسم، خلي بالك، يدل على اثنين أو اثنتين، اثنين يعني مذكر، اثنتين يعني مؤنث. بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، يبقى المثنى يا إما بيزيد ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. عند تثنية الاسم المنتهي بتاء مربوطة نحوله إلى تاء مفتوحة. يبقى لو عندي اسم فيه تاء مربوطة في النهاية أحولها لتاء مفتوحة وبعد كده أضيف لها يا ألف ونون يضيف لها ياء ونون، سواء هشوف لو هرفع يبقى أضيف لها ألف ونون، لو هجر أو هنصب هضيف لها ياء ونون. يبقى قصة أخلي التاء مفتوحة وأزود لها ألف ونون تبقى قصتان. لو زودت لها ياء ونون تبقى قصتين. ولبعض الاسماء تنتهي بالف ونون وياء ونون دون ان تكون من المثنى. في اسماء اساسا بتنتهي بالف ونون او ياء ونون وهي مش من المثنى اساسا، لانها لا تدل على اثنين، مثل كلمه دكان هي بتنتهي بالف ونون بس هي ما بتدلش على اثنين. مسكين بتنتهي بياء ونون بس هي برضه ما بتدلش على شخصين. المثنى اسم، بينما الافعال مثل يلعبان وتسكنان دي مش مثنى، لا تعد من المثنى. بيقول لي اقرأ الكلمات الآتية ثم ضع خط تحت المثنى. هنقرأ الكلمات اللي معانا دي ونحط خط تحت المثنى. جمالان، جمالان في ألف ونون زيادة، هي أصل أولها مفردها جمل، جمالان مفردها جمل يبقى دي كلمة مثنى نحط تحتها خط. أسوان الألف ونون أصلية في الكلمة. متعاونان ألف ونون زادت على الكلمة يبقى دي برضه مثنى. يرسمان دي برضو دي فعل، يرسمان دي فعل. شجرتين زادت ياء ونون دي اسم يبقى مثنى. تأكلان دي فعل برضو مش مثنى. سمين دي ياء ونون أصلية. جهازين ياء ونون دي مثنى. زهرتان برضو دي مثنى، مفردها زهرة، جهازين مفردها جهاز. رمضان دي من أصل الكلمة، هي مفرد الكلمة أساسا. بيقول أكمل كالمثال. القطة هنزود لها ألف ونون هتبقى القطتان، هنفتح التاء ونزود ألف ونون.
ونفتح تاء ونزود تاء ياء ونون القطتين. المعلم، المعلمان، هنزود ألف ونون. المعلمين، زودنا ياء ونون. الفكرة، الفكرتان، الفكرتين، التاء تاء مفتوحة وزودنا ياء ونون. العازفة، آخرها تاء، يبقى العازفتان، تاء بقت مفتوحة وزودنا ألف ونون. العازفتين، تاء بقت مفتوحة وهزود ياء ونون. المدرسة، هتبقى المدرسة، أفتح التاء وأحط ألف ونون، المدرستان. المدرسة، أفتح التاء برضو وأزود ياء ونون، المدرستين. الكرسي، الكرسيان، زودنا ألف ونون وياء مشددة. الكرسيين، ياء ياء نون، ياء مشددة برضو. لاحظ وتعلم، ثني الجمل الآتية كما في المثال. هنخلي الجمل المفردة دي مثنى. الشجرة مثمرة، خلاها الشجرتان مثمرتان. الكتاب مفيد، أقول له الكتابان، باء أضيف لها ألف ونون، مفيدها أضيف لها ألف ونون يبقى مفيدان. الحوت ضخم، هتبقى الحوتان ضخمان، زودت لها ألف ونون. المعلم مجتهد، هتبقى المعلمان، زودت لها ألف ونون. مجتهدان، برضه ضفت لها ألف ونون. النخلة عالية، هتبقى النخل، أفتح التاء عشان أخرها مربوطة. النخلتان، عالية، هفتح التاء برضه، عاليتان، وأضيف لها ألف ونون. الزرافة الطويلة، الزرافتان، فتحنا التاء وضفنا ألف ونون. طويلتان، فتحنا التاء وضفنا ألف ونون. الآثار قديمة، الآثاران، ضفنا ألف ونون. قديما، الطائرة سريعة، الطائرتان، سريعتان، فتحت التاء وضفت ألف ونون. ضع اسم الإشارة المناسب مما يلي: هذا وهذه وهذان وهاتان. هذا مهندس، مهندسان، يبقى هذان مهندسان، هذا ما مذكر. مهندسة، يبقى هذه مهندسة عشان مؤنث. مهندستان، يبقى هاتان مهندستان. هاتان بستخدمها مع المثنى المؤنث، هذه بستخدمها مع المؤنث، هذان بستخدمها مع المثنى المذكر، هذا مع المفرد المذكر. مما سبق تستنتج أن أسماء الإشارة تستخدم مع المثنى على النحو التالي: اسم الإشارة هذان مع المثنى المذكر، واسم الإشارة هاتان مع المثنى المؤنث. سن الجمل الآتية كما في المثال: هذه زهرة عطرة، يبقى هاتان عشان قلت هذه، هاتان بستخدمها مع المثنى المؤنث، يبقى هاتان زهرتان عطرتان. هذا قول صادق، هيبقى هذان عشان ده مذكر، قولان، ضفنا ألف ونون. صادقان، ضفنا ألف ونون برضه. ذان، الجملان، كبيران. هذه السيارة مريحة، هاتان السيارتان مريحة، أفتح التاء، مريحتان. هذه القصة مسلية، هاتان عشان مثنى مؤنث، القصتان، هفتح التاء وأضيف لها ألف ونون. مسلية، أفتح التاء برضو وأضيف لها ألف ونون، مسليتان. هذا الفصل نظيف، يبقى هذان عشان ده مفرد مذكر هخليها مؤنث مذكر،
هذان الفصلان هضيف ألف ونون نظيفان. هذان الفصلان نظيفان. وبكده نكون خلصنا لغاية صفحة 107 في كتاب سلاح التلميذ. ما تنساش تدعمنا باشتراك في القناة ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.